صباح الخير. فيما لا يزال الملف الحكومي في صدارة صحف بيروت، أطل أيضا ملف عرسال بضوء تحرك وفد كتلة المستقبل على عدد من المرجعيات، فيما سجلت مستجدات في ملف رئاسة الجمهورية بضوء تأكيد حزب الله من جديد معادلة عون أو الفراغ. هذه عناوين وغيرها سأتابعها في هذه الحلقة مع الصحافي في جريدة الجمهورية الأستاذ توني عيسى. صباح الخير أستاذ عيسى. صباح النور. أهلا وسهلا بك. بالأزمة الحكومية وبملف التعيينات تحديدا سنبدأ الحلقة من خلال كاريكاتير أرمان حمصي بجريدة النهار، حيث رسم طاولة الحكومة وفوقها منشار أسنانه أوراق التعيينات، يعني هذه التعيينات يلي رح تقص هذه الطاولة، هل رح يعني يكون مفعولة كمفعول منشار أم كمفعول أوراق على الوضع الحكومي؟ لا، في احتمال يصير الوضع صعب بوضع الحكومة، لأنه الهيئة المخطط الاتجاه هو لزرع شلل عام بالبلد. كنا برئاسة الجمهورية، هلأ الحكومة رايحين على يعني المجلس النيابي كمان مشلول، يعني بشكل عام المؤسسات عم تنشل. قد يكون الاتجاه المقصود هو الشل، نعم، بهدف الوصول إلى مطرح معين لملاقاة التطورات اللي عم تصير بالمنطقة بالوضع بسوريا، لأنه بتعرفي أنه حزب الله يلي أخذ الموقف الحقيقي بموضوع التعيينات، لأنه وراء العماد عون في طرف واحد قوي هو حزب الله بموضوع التعيينات، موضوع الحكومة، بموضوع رئاسة الجمهورية طرف واحد. مشان هيك عم بياخد هالطرف الوحيد القوي على الساحة الداخلية اللي هو حزب الله، عم بياخد تعليمات من طهران تقود المعركة على مستوى الشرق الأوسط كله سوا، الوضع بسوريا، الوضع بالعراق، وكذلك في لبنان. بصف الوضع السياسي الداخلي في لبنان هو تفصيل صغير بإطار اللعبة الكبيرة. هذا يعني نحن اليوم مش عم نشتغل بموضوع الحكومة تكتكة سياسية بسيطة، نحن رايحين على اتجاهات كبيرة، رايحين بتغير الوضع، بتغير لبنان. يمكن هل ممكن يكون وراء هذا الموضوع موقف يعني خارجي، انه رغبة خارجية او ارادة خارجية بقلب الطاولة في لبنان؟ نعم، واضح. من اجل في الغطاء الدولي اللي هو بيقول انه لا تهز الاستقرار في لبنان، هيدا غطاء اكيد واضح. بس حزب الله لحد هلا كان بحكومه الرئيس تمام سلام مراعي. نعم. اليوم عم تتغير المعطيات بشكل جذري بسوريا وبغير مطارح بالشرق الاوسط، ولذلك عم بيغير قواعد الاشتباك حزب الله ورايح باتجاهات تانية جديدة. نعم، في اتجاه خارجي إيراني تحديدا. نعم. للعب بالوضع الداخلي اللبناني. ولكن حزب الله بموضوع التعيينات ما وقف 100% مع موقف العماد عون، يعني كلام الشيخ نعيم قاسم اليوم إما عون أو الفراغ المقصود فيه رئاسة الجمهورية وليس أي موضوع آخر استاذوني. حتى الرئيس بري بحسب مانشيت المستقبل بيقول لا يحق لوزيرين تعطيل الحكومة، وهو يرفض ما يجري من تعطيل ومستاء ممن يعطلون التشريع والمشاريع. موقف الرئيس بري، نعم، موقف الرئيس بري، بتعرف الرئيس بري بفريق 8 أدار بيحاول دايما يكون يلعب دوره كرئيس مجلس نيابي أو كمرجعية دولي أو وسطي. نعم. عم بيحاول دايما يلعب هالدور الرئيس بري. أما بحزب الله اللي عم بيعلنه الشيخ نعيم قاسم هو رسالة إلى توقيت كتير محدد. نعم. وعندها أهداف كتير مبكلة، يعني ضربة بتودي شي 3-4 رسائل وبتضرب 3-4 حجار لتصيب. بس منه موقف جديد، منه موقف جديد، بس توقيته كتير دقيق. يعني لما سكت حزب الله بكل الوقت عن موضوع تأييد العماد ميشيل عون بهالحزم بهالقوة، وعم بيقول انه يا بيصير في فراغ يا بيصير في انتخاب للعماد ميشيل عون، شو عم بيعمل؟ عم بيودي رسالة للعماد عون، عم بتطمنه انه انت ضلك بالجو
وضلك معي لأنه أنا مش نسيك. إذا عملتوا بكرة اتفاقات إعلان نوايا أوضاع مسيحية تغيرت ما يهمك، أنا معك. لأنه بالفترة الأخيرة العماد عون كان عم بيقول لهم إذا ما رح تدعموني أنا بدي أقلب الدنيا. نعم. ودي له رسالة. يعني تطمين العماد عون. هيدي وحده من الرسائل، هناك رسائل كثير امبارح اطلقها. طيب خلينا نترك الموضوع الرئاسي لنناقشه بتاني قسم من خلال الحوار المسيحي وغيره، ولكن بما يتعلق بموضوع الحكومه، الرئيس بري موقفه الرافض لتعطيل هذه الحكومه، هل ممكن انه يترجم بمشاركه وزرائه بالحكومه وبالتالي تكون الازمه بالمرحله المقبله اليه العمل الحكومي وليس بقاء الحكومه او رحيلها؟ انا ماني شايف الموضوع بيتوقف عند قصه الاليه، انه بيشاركوا ممثلين على رئيس بري وزراء اللقاء التشاوري. نعم. بتكون ميثاقيه يعني. نعم نعم. لو وقفت هي، لو كانت لعبه سياسيه داخليه انا برايي كانت بتمشي هيك. نعم. بس اللعبه اكبر من هيك. الرئيس بري بعدنا عم نقول انه بيحب يلعب الدور يلي المرجعي تبعه دور الاعتدال، جيد، ولكن على الارض إذا الاتجاه رايح للخربطة والشلل بيروح العام فيه؟ مش بيروح فيه يعني بأنه بيقرر يمشي فيه يمكن، بس على الأقل ما حدا بيقدر يقاومه لأنه التعطيل أقوى من الجميع. بينكفئ يعني بهذا المعنى. حكومة الرئيس تمام سلام، بدنا نرجع شوي أنه حكومة الرئيس تمام سلام كيف طلعت؟ إجت بالجو يلي كان فيه، وصل بمرحلة معينة توافق سعودي إيراني على تسوية صغيرة بتمرق انه لبنان بالامان والاستقرار، وتمت الاستعانه بالقوى 14 اذار، وبتعرفي كيف ركبت الحكومه. اليوم المؤشرات الشلل الحكومي او الخربطه الحكوميه توحي بانه المعطيات التي ادت الى ولاده حكومه الرئيس تمام سلام تغيرت، وهي بالحقيقه تغيرت بالشرق الاوسط، لانه اليوم السعوديه وايران ما عادوا بالجو يلي انعملت فيه الحكومة. نعم. ولذلك يمكن ينعكس الجو على الحكومة بأنه شلل وإسقاط أو على الأقل بمرحلة تصريف الأعمال. الانطباع يلي تفضلت فيه اليوم عكسته جريدة الجمهورية بالرئيسية من خلال القول أنه الخروج من الأزمة الأخيرة مسألة بغاية الصعوبة، الحكومة موضوعة بغرفة الإنعاش والمساعي المحلية معطوفة على الخارجية مستمرة لإعادة انعاشها. البعض ذهب لحد القول او لطرح علامات استفهام عما اذا كان الرئيس سلام رح يكون بنفس الوضع اللي كان فيه الرئيس السنيوره بالعام 2006. نعم. هل بتشوف تشابه يعني بالظرف؟ نعم، وارد وارد تتحول ونرجع لمساله الحكومه البتراء والحكومه غير الميثاقيه. نعم نعم بالضبط، هذا اللي كنت عم بقصده في المعطيات الخارجيه. نحن بالداخل منتلقى بس منتلقى يلي عم بيصير عنا بحوالينا وبالخارج. نحن يا ريت نقدر نتوصل لتحييد لبنان عن الصراعات، كان تمام كنا كل هالنقاش اللي عم نقوله هلا مش موجود، كنا عم نحكي بتفاصيل سياسية. بس لا، نحن معرضين هلا لمرحلة من الشلل برئاسة الجمهورية أكيد صار لسنة تحصيل حاصل. نعم، وهلأ الحكومة والمجلس. رئيسية الأخبار تنقل عن مصدر بالتيار الوطني الحر اليوم استستوني أن الحكومة خارج الخدمة حتى أشعار آخر، وبالتأكيد أكثر من الأسبوعين يلي أشار لهم الوزين وهذا المشنوع اللهم إلا إذا جرى البت ببند التعيينات الأمنية. العماد عون برأيك حقيقة يعني هو متمسك بالتعيينات الأمنية أم يصر عليها للوصول إلى مكان آخر؟ العماد عون قصته مع التعيينات الأمنية بتشبه قصته مع رئاسة الجمهورية، يعني بنقدر نسأل نفس السؤال نفس القيمة عطيه. لا ما هيك قصدي مقاربة العماد عون، نظرته إلى التعيينات، إلى موضوع التعيينات الأمنية يشبه نظرته إلى الرئاسة. إلى الرئاسة إنه حق يعني مكتسب يعني. نعم، إنه أنا من حقي أوصل لرئاسة الجمهورية، ولكن بما انه الجو مش مناسب منعطل. نعم. التعيينات يمكن رايحين على نفس الاتجاه. ليش؟ لانه الجيش اللبناني اليوم اللي هو اذا بدك هو ومصرف لبنان المؤسستين الوحيدتين الباقيين عاملين صمود للوضع بلبنان، واحد عامل الصمود الامني والعسكري. نعم. وخالق وراء الاستقرار السياسي،
وواحد عامل الصمود المالي والاقتصادي وخالق وراه كمان الاستقرار السياسي، يعني استقرارنا السياسي واقف على ركيزتين عسكرية ومالية اللي هي مصرف لبنان. اليوم لما بدور هالصراع العنيف وباكرا بموضوع التعيينات، لانه نحن فينا نطول بالنا شوي من هون لايلول لحتى نعمل هالمعركه. تسالي ليش مبكرين؟ الاصرار على خوض المعركه بموضوع التعيينات الامنيه هذا بيهدد مؤسسه من هالمؤسستين اللي هي مؤسسه البلد. الجيش. طيب بس بالمقابل فريق المستقبل استاذ توني ما كان بيقدر انه ما بعرف اذا يستعمل تعبير يساير العماد عون بموضوع اللواء بسبوس وما يكون التمديد لسنتين، يعني وكانه عم بيقول له لا قاطعه، مش انه بس مش بس لايلول، سنتين ما في كمان، يعني هون ما في مسؤوليه مشتركه بما قالت اليه الامور. نحن اذا الاتجاه الدولي والاتجاه العام لبناء المؤسسات بتصور انه رايحين على تمديد يعني لقوى الامن ورايحين على التمديد للجيش، ولكن الصراع اللي عم بيدور هو على حصتي او حصتك من جانب العماد عون، انه الصراع على الحصص اللي هو تجاوز موضوع مدد سنه او مدد شهر. هل قد حسابات ضيقه تدير العماد عون انه ما عم بتقلل يعني هون من بتصور هو على صعيده يعني الشخصي، على صعيده الشخصي لا هو عنده طموح انه هو بده يحقق اللي اذا ما قدرت حققها برئاسه الجمهوريه بقدر حققها على الاقل اعطوني جائزه طارديه بقياده الجيش. بس هو ما عم بيقول هيك، هو بده الاثنين. ما بده، هو بده اثنين بس ما رح نحصل على ولا وحده بعتقد، يعني بعتقد مش حاصلين على شيء، في تمديد كمان جاي. بس ليش المشكل؟ المشكل هو لخلق ثغره يعني برايي انا حزب الله يمكن يستفيد منها بايلول اللي جايه، اذا كانت التطورات بسوريا رايحه باتجاه معين يمكن نروح على مشكل كبير يعني لا سمح الله بهز الجيش، لانه اليوم موضوع الجيش قدام تحديات كبيره بعرسال وغير عرسال. وعم يتعرض لتجربه يعني الى حد ما الجيش هلا بالوقت الحاضر بسبب الضغوط اللي عم تتمارس عليه على حدودنا بالشرقيه، يعني حدودنا الشرقيه مع سوريا. هل يعني طموحات العماد عون بلس المشكل اللي رايحين عليه بالشرق الاوسط وبسوريا وبعرسال بده يؤدي الى هز الجيش؟ هذا السؤال. بيشبه الوضع اليوم بالوضع اللي كان بالعام 88؟ انه الامور كانت تنظر باننا ذاهبون باتجاه الأسوأ وبقي العماد عون رايح بهذا الاتجاه حتى صار اللي صار. نعم. ب 88 و89 اليوم الوضع مماثل. نعم قلتي استاذه لولا عم بتقولي كلمه كثير كثير معبره، لانه بسنه 88 شو صار؟ بسنه 88 هزت المؤسسات كلها سوا، خلق الطائف. نعم. نحن اليوم حزب الله عم بينادي بالمؤتمر التاسيسي، وانا برايي ما يجري عاجلا ام اجلا سيدفع بنا الى المؤتمر التاسيسي الذي يريده الحزب. نعم اليوم الاهتزاز ويلي رح يكون مربوط بتطورات بالشرق الاوسط كثير كبيره وخطره بتهز الكيانات من سوريا الى العراق الى غيرها، رح تجبرنا انه اخر شيء نعمل المؤتمر التاسيسي اللي بده اياه حزب الله. نعم ولكن على الحامي انه ما بتصير الاشياء التأسيسي. المشكله انه الطائف كمان ما صار الا على الحامي. نعم. وهون كمان تاريخ يعيد نفسه. تاريخ يعيد نفسه. نعم طرحك بسنه 88 نعم صحيح خطير كثير الوضع، ويمكن نروح نحن على مواجهه تجبرنا نروح باتجاه معين نحو إعادة التأسيس أو نعم. إعادة بناء ميثاق جديد أو صيغة جديدة أو اللي بدك إياه. صحافي علي ضاحي بجريدة البلد رأى بعد آخر للأزمة الحكومية، رأى أن خلفها الكباش المسيحي المسيحي، بيقول حرب الإلغاء السياسية للقوى المسيحية الأخرى التي يقودها عون وجعجع مع الإبقاء كل منهما على تحالفاته الإسلامية ستجعل من المعركة الحكومية هذه المرة مختلفة عن سابقاتها لإثبات أن كل منهما هو الرقم الصعب في شارعه. يعني لو حسابات مسيحية كمان هلأ إذا نحن رايحين لنعمل حكومة جديدة
نعم بيكون في حسابات مسيحية، بس لنحكي عن حكومة جديدة أكيد هلأ مش واردة أبدا يعني. هلأ الحكومة هايدي وبتنشل وما بعرف قديش بتروح، رئاسة الجمهورية راحت سنة لحد هلأ وبعد ما صار شيء، الحكومة ممكن كمان تروح تروح أكتر يعني، إذا صار في شلل، إذا صار في حالة تصريف الأعمال. أنا بتوقع أنه إذا صارت وضعية الشلل والانهيار المؤسساتي ما يعود يصير في حكومة مثل ما هلأ ما في رئاسة جمهورية، ما يعود يصير في حكومة أبدا حتى تنتهي نهائيا الأزمة. أنا شايف الصورة هيك، لأنه نعم. ليش بده ينعمل حكومة تانية إذا هيدي بدها تسقط المعطيات؟ ليش بدها تنعمل؟ يمكن ليس أدل على هالأخطار من معلومات توافرت اليوم لجريدة النهار، رجحت إجراء اتصالات مع المرجعيات المالية الدولية والإقليمية وخاصة البنك الدولي لتعديل أجل المصادقة على القروض المقررة للبنان والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات، وذلك بعد عجز مجلس النواب عن الانعقاد بجلسة عامة بسبب المقاطعة المسيحية. يعني عم بصير في تدارك، يمكن هيدي الاجر الثاني من السيبي اللي هو الوضع المالي. كان انحكى بختام الأسبوع الماضي عن قوانين جوالة يعني نعم. بتجول على 127 نايب وبدم المصادقة عليها بما أنه في استحالة لعقد جلسة تشريعية، ممكن ينطرح الاحتمال؟ وارد ينطرح هذا الاحتمال، لأنه إذا كان المطلوب بالوقت الحاضر يعني الحد الأدنى من يعني قشرة الاستقرار مطلوبة دوليا، مجبورين بلبنان يضلوا يلتزموا بهذه القشرة. تحت منا يمكن خربت كتير بالوقت الحاضر، بس آخر شيء في حد أدنى مطلوب استمراره، يعني الجيش لازم هلأ يستمر، مصرف لبنان والوضع المالي لازم يستمر، الحكومة ولو لأنه هي عم تلعب دور بالوكالة، صلاحيات رئاسة الجمهورية بغياب الرئاسة بتضل موجودة بتدير بالحد الأدنى إلى أن يقضي الله أمره، إلى أن يحين موعد التسوية. بتصور هيك؟ بتصور هيك؟ واللي يخشى انه لبنان ما يكون معزوم على طاوله هذه التسويه فتاتي على حسابه. لا لبنان ولا مره يعني اللبنانيين ما بيكونوا معزومين على الطاوله، لانه يعني الكبار بتجي على حسابهم طبعا دايماً طبعا التسوية. دايما هيدي اللي عم بتصير، ويعني نحن يا ريت بنوصل لمطرح عن جد بينعزل الوضع الداخلي عن التحولات اللي عم بتصير حوالينا، قد ايه كنا يعني بنرتاح. يعني هون بتوقفوا المراقبين عند موقف الملك السعودي عند استقباله الرئيس سلام الاسبوع الماضي واصراره على انه اللبنانيين ياخذوا امورهم بيدهم وانه ينتخبوا رئيس، وفي هيك تساؤلات عما اذا كان الموقف الايراني مشابه قديش بيكون لبنان هلا بالوقت يعني. هلا نحن مش بجو التسوية، يعني هلا الدور اللي عم يلعبه السعودي نعم. والإيراني بلبنان ما بيشبه لا وقت وقت الدوحة ولا وقت الطائف. نحن هلا بجو جديد فايتين فيه، هو جو الصراع التطاحن القوي على مناطق النفوذ في الشرق الأوسط، والمؤسف بهالتطاحن انه العرب هن اللي رح يخسروا، لانه المحاور اللي رح يعني اللي رح تتصارع واللي رح تورط نسميها مع الاسف العالم العربي هن المحاور الاقليميه الموجوده والقويه، يعني الاسرائيلي والايراني والتركي. تركي بعد الانتخابات ما تغيرت دفه الميزان، ما بعتقد انه الاتراك في لهم نصيب من هز الاستقرار. بعتقد تحليلي انه تركيا ستشهد نوع معين من اهتزاز الاستقرار في وقت لاحق، لكنها كدولة اقليمية لن تخسر دورها، بل مش بس هيك رح يطلع لها جائزة طردية مما يجري في الشرق الاوسط هي والايراني. بعد يعني الفاصل رح نتابع حديثنا بعرسال شو ممكن يصير، وأيضا باستحقاق رئاسة الجمهورية. لحظات ونعود لمتابعة هذه الحلقة مع الأستاذ توني عيسى.
بالوضع بعرسال يوم رئيسية السفير، اعتبرت أن حزب الله تمكن بآخر جلسة لمجلس الوزراء من انتزاع قرار ذهبي تمثل بتكليف الجيش اللبناني إجراء التقييم الأمثل للوضع الميداني بعرسال واتخاذ القرارات المناسبة. وقالت أنه حزب الله والجيش السوري أعفوا الجيش اللبناني من الشق المتعلق بتحرير جرود عرسال، ولكن هل ستستعاد عرسال بالسلاح أم بالمفاوضات؟ هل سؤال هل هو مطروح على الجيش اللبناني اليوم بهذه المحنة؟ قصة عرسال قصة معقدة كتير، وأنا اللي عم بيصير هلأ بتعرفي حكينا عنها يمكن وكتبنا عنها عدة مرات، اللي عم بيصير هلأ كتير دقيق لأنه مربوط مباشرة بالحدث السوري بالصراع السوري. اليوم بلبنان كل المناطق هادية، كل المناطق ما فيها مشكل حتى طرابلس، ولكن عرسال ليش عرسال؟ ليش عرسال؟ لأنه عرسال هي واقعة على الحدود مع سوريا مع القلمون، إذا بدك عسكريا هي جزء من الصراع السوري، هي جزء من الصراع حول دمشق على دمشق، يعني أكثر بالترجمة هي جزء من الصراع على الدويلة الشيعية العلوية اللي عم ينحكى انه نعم. بالخطة ب تلقوا حزب الله والرئيس بشار الأسد تعليمات بالانتقال إليها. طيب لأنه شو الهدف؟ تهشيل العراسلة من عرسال يعني تطهير مذهبي معين؟ هلأ ما بعرف إذا تطهير مذهبي أو تهشيل مثل ما عم تتفضلي بأنه تهشيلهم من عرسال أو هيدا، بس على الأقل في رغبة بتطويع أو إخضاع هالمنطقة لنفوذ واحد سيكون موجود بالمنطقة منطقة الحدود الشمالية الشرقية ويلي مربوطة بالداخل السوري. بتعرفي ما عاد في حدود، يعني هي أساسا متلاشية أو منهارة، واليوم هي منطقة وحدة حزب الله بيخوضها من هالميل من الحدود اللبنانية وصوب لبنان، وبيخوضها من الحدود اللبنانية صوب سوريا كمان نفس الشيء. عرسال عم تدفع ثمن خطأ أو مش خطأ، ذنب ما ارتكبته. نعم، قبل ما نتابع حديثنا معك أستاذ توني، لحتى كمان ما نضطر كتير عبر الهاتف، معنا مباشرة معالي الوزيرة أليس شبطيني. صباح الخير معاليك. صباح الخير. هل المعطيات يعني اليوم بضوء التصعيد من قبل التيار الوطني الحر من قبل حزب الله بموضوع الحكومة، هل فينا نقول أنه المعطيات يلي أدت لولادة حكومة الرئيس تمام سلام قبل سنة ونيف لم تعد قائمة اليوم، وبالتالي صار وقت قلب الطاولة على الجميع؟ أنا ما بحب أخذ قرار على السخن، يعني بحالة كريزة. التغيير والتطوير فضلوا عن قلب الطاولة، محمسين أكثر من اللزوم. يعني يوم اللي بدهم يجوا حزب الله، حزب كبير مثل حزب الله، يجي يقول لك يا الرئيس ميشيل عون يا ما في رئيس، نعم وين موقف الرئيس عون من دولته، من ما عم يقوله حزب الله؟ بده رئيس لبناني وقوي. هل بيعتبر انه الرئيس يكون لبناني وقوي بمجال اقوال كما ورد على لسان المسؤولين بحزب الله؟ انا بفضل هو يغير موقف، ولحتى حزب الله يغير موقف، هو بدل ما نحن نقلب الطاولة ورئيس مجلس وزراء. حاليا رئيس مجلس وزراء كثير معتدل وعاقل وعنده حكمة، نعم، ونحن منأيده بمواقفه وما تفكر هو مفكر في الوقت الحاضر بقلب الطاولة عنه. نعم، ولكن الخوف معالي الوزيرة كما يقال أن يتكرر مع الرئيس تمام سلام ما حصل مع الرئيس السنيورة بالعام 2006، وتصبح حينها الحكومة أو تسمى بالحكومة البتراء، يعني وكلنا منذكر شو صار بال 2006. كل حادث له حد، كل حادث له حد. أنا بحب
اخذ قرارات او اعطي راي مستندة على احداث ما بشك التوقعات ماني انا للعبد اللطيف. هلا شو بده يصير؟ رئيس سلام هالجمعه ما دعا على جلسه، وبعدين؟ بعدين تسالي له انا كل يوم بيومه على الاحداث باخذ قرارات، شو في بين ايدي بشتغل، ما بحب اكيد انا بتوقع بيجيني تخوف من كثير امور بس ما بتجه الى اتجاه معين الا ما يكون معي حدا بايدي. هل برايك نحن بلبنان عم نتحرك على وقع التطورات بالخارج؟ مين عيني ما عم بسمع ابدا انا. هل عم نتحرك بلبنان سياسيا على وقع تطورات المحيط الخارج؟ اكيد 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 مأثر علينا، اكيد في تاثير على لبنان. وبالنسبة للموضوع التشريعي اليوم جريدة النهار بتقول انه صار في اتصالات مع البنك الدولي لتعديل اجال المستحقات على لبنان المالية كون ما في جلسة بالافق. رح نرجع للقوانين الجوالة معالي الوزيرة كمان. هلا بنشوف كم يفوت في حلول للدفع بدون ما ناخذ هيك سنتين. في حلول يمكن للدفع بدون اتخاذ سنتين من النوم. معاليك متشائمة من المرحلة المقبلة؟ ابدا ماني متشائمة ابدا، انا بعتبر في عناد غير مبرر وغير منطقي ما تكون متشائمة ابدا، اتمنى انه هالتشنج يروح ويزيل لانه ما بفيد حدا ابدا ابدا. نحن بنحب يكون في رئيس. عذرا لانقطاع الخط، اصلا كان الارسال مش كتير واضح مع الوزيره الشبتيني انه ما منها متفائله، يعني الانطباع يلي اليوم قريناه بالصحف دقيق الى حد ما لانه عيشته على الطاوله وشايفه. بمقابل معادله الشيخ نعيم قاسم العماد عون او الفراغ، اليوم النائب وليد جنبلاط كمان وضع معادله جديده بحديثه مع الاستاذ نقولها نصيف بالاخبار، بيقول اما رئيس توافقي او الفراغ. سألوا نقولها نصيف عن ما إذا كان المسيحيين هن مسؤولين عن تعطيل انتخاب الرئيس، فقال نعم لن يعجبهم كلامي لكنهم هم المسؤولون، لم يدركوا بعد حجم الخسارة وأهميتهم، خصوصا بيحلم بعض القادة أنه يصيروا رؤساء ولكن في عقبات كبيرة بطريقهم. سؤال شو يعني رئيس توافقي، فقال خرج بنظرية الرئيس القوي عندما يعني أدت لحروب المحاور الإقليمية، بتذكر حرب الجبل وحروب الإلغاء وأكتفي بهذه المحطات. بتحمل المسيحية مسؤولية استستوني بدورك هيك من خلال تعاطيك 100% مسؤولين عن مآلة إلهي وتوافقهم اليوم؟ أنا كررت عدة مرات أنه المسيحيين هن مسؤولين عن الفراغ الرئاسي بالدرجة الأولى أيا تكن المخططات الخارجية يلي بتمنع أو عندها أسبابها لعدم حصول رئاسة جمهورية في لبنان، المسؤولية تبقى بالتفاصيل المسيحية الصغيرة. ليش؟ لأنه اليوم القوى المسيحية يكفي أنه تجتمع وتتفق على شخص وتقول أنا بدي إياه رئيس جمهورية ويعلنوه من بكركي مثلا أو من حيالة مطرح مرجع هن بيعتبروه أنه مرجع بيغطي ويطرحوه على الشركاء كلهم. أنا ما بعتقد أنه حدا رح يقلن أنه ما بدنا هذا المرشح يلي أنتوا اتفقتوا عليه رئيس جمهورية، وما بعتقد أنه رح يرجعوا يأجلوا انتخابات رئاسة الجمهورية كمان جلسة. طيب توافق التيار والقوات اللبنانية بخطوطه الأولى، هل هو أول الغيث لتوافق المسيحيين؟ أما ما بيعني شيء من هذا القبيل؟ هلأ شو يعني التوافق؟ ما هون يعني إعلان النوايا يلي قيل إنه اتفقوا عليه. جيد، إعلان النوايا يلي صار هو عمل ممتاز ولا يجوز التشكيك به، على صعيد انه خلق جو طبيعي بين بالجو بداخل الوسط المسيحي بين الناس العاديين اللي هن مناصرين للقوات اللبنانيه او هن مناصرين للعماد ميشيل عون. يعني
مثل الحوار يلي كان عم بيتم ما بين وبعده عم بيتم بين حزب الله وتيار المستقبل, هدفه ما في هدف سياسي واضح مصلو تبريد الشارع وكذا. نعم. إذا كان هيدا المطلوب فهذا الإعلان النوايا, هذه الورقة أدت غيتها ممتاز جدا. اليوم شفنا بالجامعات بالناس بالكذا أنه بالضيع أنه الجو رواق. أما قيمة هذه الورقة كمضمون سياسي يصل إلى نتيجة, بتقري البنود. أول شيء في بنود تحصيل حاصل متفق عليها, اللبنانيين متفقين عليها كلهم سوا. ما في لزوم انه نعلنها بورقه اعلان نوايا. شو المختلف؟ شو اللي هيك استوقفك بهذه البنود؟ مثلا اللي استوقفني هن النقاط يلي فعلا نحن بحاجه لها انه تتحقق, وهي مثلا احترام لبنان للمواثيق الدوليه. نعم. وهذا عمل عظيم, بس بيعرف العماد عون شو يعني يطلع بورقة نوايا بيقول فيها انه احترام لبنان للمواثيق الدولية, وهو بعده عم يدعم مثلا الانخراط قوى حليفة له بالصراع السوري. يعني اليوم ما في اهون من انه نعلن عناوين مثل البيان الوزاري, يعني بيعبر عن شيء بدون ما يفوت على التفاصيل. طب ليش, لكن طالما الامر كذلك ليش ما كمان اعلنوا عناوين تتعلق بالرئاسه بغير مواضيع خلافيه, طالما انه سهل الكلام يعني اذا ما قالوا يمكن عن شيء عن الرئيس القوي وهيك انه استشهاد. نعم الرئيس القوي, بس شو يعني الرئيس القوي؟ كلنا بدنا قوي يعني قوي. طب استشهاد النائب جنبلاط بحرب الجبل وحروب الالغاء عند وصول رئيس قوي, أنا مش مع صائب؟ لا بهالنقطة أنا مش مع الأستاذ وليد جنبلاط, بمعنى أنه إذا إجا رئيس قوي بالمفهوم يلي عم ينطرح أحيانا بالأوساط المسيحية, يعني بمعنى أنه يمثل المسيحيين, الوجدان المسيحي, يمثل الوجدان المسيحي إذا بنسميه أو هيدا, بالعكس مطلوب رئيس أنه يمثل المسيحيين. لأنه عم بيقول هو هون يمكن بيقصد الشيخ بشير جميل انه مثلا لما يحكي عن حرب الجبل انه لا يعني انه حرب ايه انه بالنهايه يمكن الرئيس الشهيد بشير الجميل او الرئيس امين الجميل من بعده اللي صار بعهده حروب الالغاء العماد حرب الجبل بعدين حروب الالغاء وحرب التحرير, بس انا عم بقول انه يجب ان يكون هناك رئيس يمثل المسيحيين, مثل ما اليوم رئيس المجلس يمثل الطائفة الشيعية, مثل ما عند السنة. نعم بس منه الأقوى, يعني هون بس تقول هالمنطق بيقولوا لك أنه رئيس بري منه الأقوى عند الشيعة ولا رئيس سلام الأقوى عند السنة, يعني هي بدك رئيس توافق بيمثل بيمثل بس لا الأقوى اثنينهم الأقوى, لأنه الرئيس تمام سلام بشكل أو بآخر بيمثل يعني او على الاقل يحظى يعني. نعم بيمثل الوجدان السني وبيمثل تيار المستقبل بشكل او باخر, يعني الرئيس تمام. طب ممكن يكون عند المسيحيين هذا الرجل الخارق؟ هلا هون هيدي حزوره, هلا هيدي حزوره, مش بس انا حبيت اعلق على نقطه انه مش ضروري اذا كان المسيحي اللي بده يجي بيمثل شريحة واسعة من المسيحيين يعني تؤدي إلى حرب جبل جديدة. نعم. لا بس بالوقت ذاته مش معناتها أنه كمان تتنكر للرئيس التوافقي. قصة الرئيس قصة كتير دقيقة. اليوم لازم المسيحيين يقرروا أنه هذا الفراغ يلي عم بيكلف كتير الدولة وعم بيكلف المسيحيين استمراره, يجب أن يضع المسيحيون حداً له. المساعي يعني زميلك اليوم بالجمهورية طارق ترشيشي يشير لتحرك أممي فرنسي فاتيكاني منسق على الأرجح بشأن الاستحقاق الرئاسي لتأمين مناخات لانتخاب رئيس جديد, وفي فريقين بيقول فريق متفائل ويربط تفائله بالاتفاق النووي النهائي بين إيران ومجموعة الدول الخمس, وفي فريق متشائم بيشوف أنه القائمين بهذا التحرك ما ليس بيدهم القدرة على الفعل. نعم. أولا هل ممكن تثمر أي تحركات من هذا القبيل, وحضرتك ميال للتفاؤم أو التشاؤم بهذا المعنى؟ لا أنا مش ميال للتفاؤل, لأنه المعطيات لا توحي بالتفاؤل. القوى اللي عم تتحرك اللي هي قوى حريصة على تاريخيا على كيان لبنان الفاتيكان وفرنسا,
دور إيجابي، ولكن ما بيوصل لمطرح لأنه ليس قويا، ليس فاعلا الدور يعني اللي عم بيمارسوه اليوم. دور صادق وجدي بس ليس فاعلا. لما بتشوف امبارح الشيخ نعيم قاسم عم بيقول إما العماد عون وإما الفراغ بكل بساطة، يعني ما بتعرف الفراغ لأنه العماد عون منه جاي، يعني الفراغ يعني عم يعلنها بكل وضوح أنه نحن اخترنا الفراغ. هل ممكن ترجع تنطرح المسألة اللي انطرحت بوقت سابق، أنه قوة 14 أدار تمشي بالعماد عون لي يعني يجربوا لتضع حد لهذا الأمر تمشي تحت شروط معينة؟ ما هي مثلا ما هون تمشي بمعنى أنه تقول أنا مع العماد عون، خلي يبين حزب الله إذا فعلا بيقول إيه أو لا. ليه يعني برأيك حزب الله ما بده العماد؟ أنا رأيي لا، أكيد لا. بده أي رئيس يناسبه أكثر من العماد عون؟ في كتير رؤساء بيناسبوه أكثر بكتير من العماد عون، لأنه بعتقد بماذا يزعجه؟ بيمتلك حزب الله من المعطيات والرؤية السياسية لبعيد، لا يعرف أنه العماد عون لما ممكن بس يوصل على رئاسة الجمهورية سيكون عماد عون آخر مختلف تماما عن العماد عون يلي هلأ موجود بالحلف مع حزب الله. بعد الفاصل نتابع حديثنا. نعم البطريرك في دمشق، زيارة البطريرك الراعي لسوريا، وبعد الطائف المسيحيون أصبحوا درجة ثانية برأي شارل أيوب. لحظات ونعود. عون الكعكي بجريدة الشرق اليوم كتب: نعم البطريرك في دمشق، الزيارة التي قام بها إلى سوريا صاحب الغبطة استوقفته كثيرا، وأخذ يتأمل كيف اتخذ غبطته هذا القرار الجريء بالانتقال إلى دمشق بالرغم مما يجري من أحداث أليمة حتى في العاصمة السورية ذاتها. تفاجأت بقرار البطريرك زيارة دمشق أم شبهتها بقراره، أكيد مع اختلاف الأمر، بزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة؟ بالحقيقة لا، ما تفاجأت، لأنه البطرك الراعي مثل ما تفضلتي أنه مزبوط بياخد قرارات سريعة وبينفذها، وهو على كل حال سريع التنقل، كتير تنقل يعني بخلال يعني الفترة يلي هو فيها ببكركي، وكمان لمح مرارا الى امكانيه انه يروح يزور سوريا بعده مرات، مشان هيك لما زارها ما حسيت انه في شيء مفاجئ. بس التوقيت يمكن انه تمت هيك بهالشكل، يمكن التوقيت فاجئني اكثر من حدث الزياره بحد ذاته. ماذا تقدم او تؤخر لمسيحيي لبنان والشرق هذه الزياره؟ مسيحيو لبنان والشرق حتى يصير في لهم مستقبل، لا العدد هو اللي رح يحميهم ولا يعني التحالفات الخارجيه ولا شيء. مسيحيو الشرق ليحموا حالهم يجب ان يلعبوا الدور التاريخي المطلوب منهم. نعم. بين المجموعات الحضاريه التي يتالف منها الشرق. ومشان هيك اذا كان القمه الروحية المسيحية يلي عم تنعمل بالشام الهدف منها تحضير المسيحيين للعب هذا الدور الحضاري التاريخي يلي بيحميهم، يلي بيشكل جسر بين المتصارعين مذهبيا بالشرق الأوسط، فلتكن ولو كانت بدمشق، طالما ما تخللها لا اتصالات سياسية ولا شيء تحت الطاولة مثل ما هو واضح. أما إذا كان المطلوب لاحقا إظهار أنه المسيحيين هن مع طرف ضد طرف آخر، فهون بتكون مشكلة. ما بعتقد أنه حكمة بكركة التاريخية بدها توقع بهالمشكل الكبير. عن بعد وهدف هذه الزيارة كتب عيسى أبو عيسى اليوم بالديار، بيقول:
إن المؤسسات الكنسية عازمة على استخدام قوتها بكل ما أوتيت في الداخل والخارج مع تشكيل خلية الطوارئ، مهمتها إيجاد أرضية تريح الوجود المسيحي بشكل دائم ومساعدة الجميع على تثبيت وجودهم. هل ممكن هون ينجحوا حيث فشل السياسيون إذا بدي أقول بهذا المعنى؟ بتعرفي حضرتك أستاذة رولا أنه في تحرك فاتيكاني قوي ضاغط باتجاه مسيحيي الشرق، ومنهم المبادرة الفاتيكانية اللي عم بتصير متعلقة بانتخاب رئيس جديد للجمهورية بلبنان. هذا الضغط حريص على أنه يبقى للمجموعة المسيحية المشرقية حضور ودور حضاري معين. قد تستطيع الكنيسة بدعم من الفاتيكان، الكنائس المحلية بدعم من الفاتيكان، من زرع هذه الفكرة وتثبيتها لدى المسيحيين أكثر من القوى السياسية يلي مرات كتير تشتغلها تحت عنوان مصلحة سياسية معينة. قد يكون ذلك واردا. على كل حال يجب النظر إلى موضوع زيارة البطرك بكتير من الدقة، لأنه ستعقبها قمة تانية بلبنان، بعتقد بكركي بدون يعملوا رح يدعي إلى قمة تانية تستكمل فيها الأبحاث يلي دارت بدمشق. رح تبين هذه القمة بأي اتجاه نحن رايحين. بموضوع متعلق بالوضع أو الأزمة السورية، الأستاذ راشد فايد كتب اليوم بالنهار عن الوضع الميداني في سوريا الذي لا يميل إلى كفة النظام، وأن مشروع دويلة علوية يلوح في أفق تحليلاتهم، والكلام على ربط دمشق بها يجعل عرسال وجرودة بالمرمى، وهو ما كنا أشرنا إليه بوقت سابق. صحيح. الأزمة السورية بأي اتجاه بتعتقد رايحة؟ الأزمة السورية مثل شبكة الأحداث يلي عم بتدور بالشرق الأوسط اللي أطلق عليها اسم الربيع العربي بلحظة من اللحظات، نعم، اللي هي منا ربيع عربي، هي مجرد مخطط لإعادة رسم الشرق الأوسط وفق خطوط جديدة. انهيار سايكس بيكو هيدا الشيء صار واضح وتذهب إليه الأحداث. بسوريا رايحين بهالاتجاه من أول لحظة بيّن أنه الرئيس الأسد مش رح يسقط بس ما رح ينتصر. نعم. القوى السياسية القوى، يعني هاي معادلة لا غالب ولا مغلوب. نعم. ستؤدي بالآخر إلى تثبيت مناطق النفوذ، إلى لبنانة الأزمة السورية. يا ريت لبنانة، لأنه لبنان يمكن يروح على نوع من اللامركزية أو الفيدرالية أو نوع من يعني اللبنانة هي التعبير الحضاري. نعم. يمكن نروح على مناطق نفوذ فعلا متناحرة، حتى مش بس مذهبيا، يمكن يعني يكون في دويلة علوية شيعية ويرجع يصير في أكثر من دولة تانية للأكراد وغير الأكراد، أكثر من دولة يعني، يمكن بقلب يعني في صراعات سياسية واضح من هلأ، مثلا اللي عم بتصير الصراعات اللي عم بتصير بين النصرة وداعش بتوحي بأنه في مناطق يمكن كمان تتكرس فيها النفوذ وتنوصل بالعراق، لأنه الحدود العراقية كمان انهارت. السيستوني الغرب ليه عم بيتفرج على اللي عم يجري في سوريا؟ وكل يوم عندنا مئات القتلى من الأطفال، يعني عم نشوف الصور تحت البراميل المتفجرة. ليش الغرب بعده عم بيتفرج؟ أنا برأيي ما عم يتفرج أستاذ رولا، أنا برأيي الغرب هو اللي عم بينفذ، يعني هن قاصدين اللي عم بيصير اليوم. ما يجري منه صدفة، ما يجري مخطط له ومدروس لدرجة أنه يعني جيش الفتح بيجتاح إدلب، بيوصل على تخوم المنطقة العلوية وبيوقف. هيدا مش صدفة، مش صدفة أنه النظام بلحظة معينة بيخسر تدمر وبيخسر إدلب من دون تقريبا من دون صراع، ومش صدفة أنه بالقلمون بالمقابل بيتقدم حزب الله. بوسط هذا المشهد الإقليمي وتحديدا ما يتعلق بالمسيحيين، رح نختم حديثنا بما قاله شارل أيوب اليوم بجريدة الديار عن أنه إذا انهزم العماد عون ونرى أن الهزيمة آتية، فالمسيحيون سيصابون بإحباط كبير، سيدركون أنهم درجة ثانية، سيهاجرون، والخاسر الأكبر هو
لبنان. تعليق أخير لنختم فيه. اللي عم بيقوله استشال صحيح صحيح بأي معنى؟ بعدم هزيمة لا صحيح ملعون. بالاستنتاج بالخسارة المسيحية نعم، بس اللي بخالفه فيه هو أنه مش أنه إذا خسر العماد عون بيصير اللي عم بيحكي عنه حضرته. بالعكس إذا اتفقوا المسيحيين نحن مننجى ومنخلص من المأزق، وإذا عرفوا يروحوا بحكمة بالاتجاه السليم الحضاري والدور اللي مطلوب لهم، هذا اللي ينقذ المسيحيين، مش مصلحة زعيم سياسي أو زعيم تاني. بهالقراءة نكون وصلنا لختام حديثنا معك الكاتب بجريدة الجمهورية الأستاذ سوني عيسى. أنا بدي أشكرك، شكرا جزيلا، أهلا وسهلا فيك بكلام بيروت. شكرا للمشاهدين على متابعة هذه الحلقة، وإلى اللقاء.